السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كتاب المراجعة لجيم للصف الثالث الإعدادي، نحل إن شاء الله الامتحان السادس. نبدأ بالمحادثة صفحة 102. المحادثة: يارا is at train station. يارا موجودة في محطة القطار. يارا بتقول I want a ticket to Banha please. أنا أريد تذكرة لبنها لو سمحت. How much is it؟ كم سعرها؟ كم سعرها؟ يبقى أنا أقول اللي أنا عايزه، أقول it's بس، أي رقم يعجبني. يبقى it's 30 مثلا باونز او ال اي، هي ب 30 جنيه. بعد كده سالت سؤال، قالت نقاط، بعد كده الاجابه it leaves at 11:30 am، هي بتغادر الساعه 11 ونص صباحا. يبقى ما وقت مغادره القطار؟ ما وقت، ممكن اقول وين وممكن اقول وات تايم، افضل هنا وات تايم. وات تايم does the train leave؟ ما وقت مغادرة القطار؟ بيغادر الساعة 11 ونص. بعد كده سأل سؤال وقال it leaves from platform 7، هو بيغادر من رصيف رقم 7. يبقى أي رصيف سيغادر منه القطار؟ يبقى أي معناها which، يبقى which وحط بعديها الاسم، يبقى which platform does the train leave؟ يبقى من اي رصيف يتحرك القطار او يغادر القطار؟ ممكن يتحرك فعلا، نكتبها، ممكن move يتحرك بدل leave. it leaves from platform 7، هو بيغادر من رصيف رقم 7. بعد كده سألت سؤال تاني وقالت what is the last station that the train goes to؟ ايه هي المحطة الأخيرة اللي بيوصل بيها القطار؟ فهنشوف اللي بعديها، جملة فيها نقاط، نشوف اللي بعديها. How long does the journey take to Banha؟ كم المدة الزمنية اللي بيستغرقها القطار لحد بنها؟ يبقى كده آخر محطة هو بنها، يبقى آخر محطة ممكن أكتب بنها، أو ممكن أقول the last، فين هي؟ the last station is بنها، أو بنها على طول، أنا هكتب بنها على طول، يبقى آخر محطة هي بنها. How long does the journey take to Banha؟ كم المدة الزمنية اللي بياخدها القطار لبنها؟ اكتب برضو زي ما انا عايز، ممكن اقول it takes 2 hours، او اكتب 2 hours على طول عادي، يبقى ممكن اكتب 2 hours على طول، ساعتين 1 hour زي ما انا عايز خالص، او it takes 2 hours بيستغرق ساعتين، اكتب 1 hour 30 minutes زي ما انا عايز خالص. بعد كده السؤال الثاني اللي هو سؤال الفيل، ان هو بيديني 6 كلمات بستخدم بس 4، تمام؟ بنترجمهم الأول وبعد كده بنقرأ القطع كلها أو أحاول أحل على طول إن شاء الله. هي عندي أول حاجة excited يعني مثار أو متحمس، و adventure يعني مغامرة، و change يعني تغيير أو يغير، وعندي exciting يعني مثار برضو أو يبعث الإثارة. بس احنا قلنا إن ديت خاصة باللي هو المتأثر، اللي هي في الصفة الأخيرة اي دي والصفة الأخيرة اي جي، هنجيلها دلوقتي برضه إن شاء الله. exciting يعني كده مثار أو متحمس، وعندي negative يعني سلبي، و positive يعني إيجابي. when you first arrive in a foreign country، لما أنت بتوصل أول مرة للبلد الأجنبية، you often feel completely، أنت بتشعر بشكل كامل بإيه؟ يبقى بالإيجابية، يبقى positive، يبقى number one هتبقى positive. بعد كده everything looks، كل حاجة هناك شكلها ايه او تبدو ان هي ايه؟ تبدو ان هي طبعا مثيرة او حماسية او تبعث على السعادة، يبقى exciting. بعد كده different and fascinating، اللي هي بمعنى سعيدة برضو او مبهرة. it's an، طالما في هنا an يبقى انا عايز كلمة اولها حرف متحرك، لان an بتيجي مع الحروف المتحركة. عندي هنا كلمة adventure وعندي بس هي الوحيدة اللي موجودة، فهي هتبقى adventure، يبقى دي نمبر 3 واكسايتد برضو طبعا. بس اتس ان نقاط if you are just on a short holiday، هي بتكون ايه لما انت تكون اجازه قصيره؟ يبقى ديت هي مغامره، يبقى ديت ادفنشر تبقى نمبر 3. بعد كده you will probably never leave it but if you stay longer you thought towards your new environment can start to، يبقى انت بعد كده هتشعر تجاه البيئة بتاعتك ان هي ممكن تبدأ ان هي تتغير، يبقى change، يبقى number 4.
يبقى الإجابة التاني نمبر 1 هتبقى positive ده بمعنى إيجابي، نمبر 2 هتبقى exciting بمعنى حماسي أو يبعث على الإثارة والحماسة، والتالتة هتبقى adventure بمعنى مغامرة، والأخيرة خالص هتبقى كلمة يا ربي أنا قلت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم change اللي هو بمعنى تغيير أو يغير، إن البيئة هتبدأ تتغير بتاعتنا. بعد كده كتبت passage in modern life في الحياة العصرية social media is developing fast، الحياة اللي هي اللي وسائل التواصل الاجتماعي ديت بتطورها بشكل بتطور بشكل سريع. it is especially very popular among the young هي بشكل خاص منتشرة أو محبوبة بين الشباب. addiction to social media has many serious effects، الإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي لها كثير من الآثار الخطيرة including poor study habits بالإضافة إلى العادات الدراسية السيئة leaving away from reality والعيش بعيدا عن الحقيقة and bad health والصحة السيئة. first الأول addiction to social media makes the youth have bad grades in studies، إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب يجعلهم يحصلون على درجات سيئة في التعليم. many students who were excellent have become bad، الطلاب اللي هما كانوا اصلا ممتازين هيصبحوا سيئين. every day كل يوم these students come to class but they don't focus on studying، moreover at home these students don't exercise or read the new lesson before going to school because they are busy with social media. ثواني نعلق الإضاءة بس شوية. نكمل، احنا هنا قلنا ان الطلاب لما بيجوا للفصل ما بيركزوش اصلا في الدراسه، علاوه على ذلك ان هم اصلا كمان في البيت ولا بيقراوا ولا بيلعبوا تمارين. بعد كده before going to school because they are busy with social media، وكمان ما بيذاكروش دروسهم لانهم بيبقوا منشغلين بوسائل التواصل الاجتماعي. بعد كده secondly these young people can live far away from reality، كمان هم بيعيشوا بعيدا عن الواقع. they will not have time for outdoor activities such as playing sports or camping instead of going out to meet friends or talk to their parents. they love chatting with friends on social media. هما كمان ما بيقوموش بالأنشطة الخارجية مثل إقامة معسكر أو لعب الرياضة، بالإضافة إلى ذلك إن هما كمان ما بيتكلموش مع والديهم وما بيخرجوش يقابلوا أصدقائهم، بس هما بيفضلوا إن هما يتحدثوا عن طريق الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي. and last but not least لو على ذلك مثلا أو أخيرا وليس آخرا using social media استخدام وسائل التواصل الاجتماعي too much will have a serious effect، بيبقى لها آثار سلبية وآثار خطيرة on health على الصحة. they will go to bed late هما بيروحوا للنوم متأخرا. بعد كده to read news on Facebook عشان يقرأوا اللي هي الأخبار على الفيسبوك or chat with friends وكمان يعملوا محادثة مع الأصدقاء. staying up late is really harmful اللي هو السهر بالليل ده السهر الوقت متأخر بالليل ده مضر جدا للصحة especially the brain بشكل خاص على العقل. بعد كده عندي السؤال الأول the main idea of the passage is، الفكرة الرئيسية للباسج دي للقطعة ديت هي السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، الإجابة نمبر بي. السؤال الثاني the young who are addicted to social media live away from، بيعيشوا اللي هم الناس المدمنين أو الشباب المدمنين لوسائل التواصل الاجتماعي بيعيشوا بعيدا عن الإيه عن الحقيقة أو الواقع يبقى real life، الإجابة نمبر دي. students who are addicted to social media go to class with no هتبقى concentration اللي هي بدون تركيز، الإجابة نمبر A. بعد كده الأسئلة المقالية why do you think using social media too much has a serious effect on health، في اعتقادك أنت للبقاء على وسائل التواصل الاجتماعي وإدمانها دوت بيبقى له شكل سلبي على الصحة.
لان هو بيخليهم يسهروا لفتره كثيره للباي. هنقول مثلا بيجوز ايه، ممكن ناخدها ديت this young, هنقول because the young people can live far away from reality, بيعيشوا بعيدا عن الواقع اللي هو السطر ده, and they will not have time for outdoor activities such as playing sports or camping in stay. بس لحد هنا يبقى دي نمبر 1. السؤال الثاني, social media has advantages and disadvantages, explain. وسائل التواصل الاجتماعي لها مميزات وعيوب. المميزات ان هي بتخليهم يتواصلوا مع بعضهم البعض, والعيوب بقى ان هي بتخليهم يسهروا وبيخليهم يدمنوا ويجيبوا درجات سيئه مع في الدراسه وبيسهروا الوقت متاخر من الليل. طيب هنجيبها منين؟ يبقى هنقول مثلا, طيب هنا نكتب مثلا هي الايجابيات ديت مش موجوده اساسا. هي الايجابيات ان هم يتواصلوا مع بعض, وغير حاجه تانيه نقول مثلا زي كان اللي بقصد الشباب مثلا find more information, ممكن ياخدوا كثير من المعلومات دي بالنسبة للإيجابيات. And مثلا they can communicate with friends easily, ويقدروا يتواصلوا مع أصدقائهم بشكل سهل. دي بالنسبة لإيه؟ للمميزات اللي هي مش مكتوبة. إنما العيوب بقى كتير. يعني العيوب مثلا هنجيبها من الصفحة ديت اللي هي مثلا أول حاجة addiction to social media makes the US have bad grades in studies, many students who were excellent have become bad. كتير أوي بصراحة الإجابات. These students come to class they don't focus on studying, ان هم ما بيركزوش في الدراسه بتاعته. يبقى ديت نمبر 2 اللي هي بالاضافه اللي احنا كتبناه. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال السادس, do you think that social media help the us, why not. هل تعتقد ان وسائل التواصل الاجتماعي يعني مفيده للشباب او تساعد الشباب زي ما انت عايز؟ لو قلت نو هتقول ليه, لو قلت يس هتقول ليه, والاثنين صح طبعا. يبقى انا مثلا اقول يس. انا بالنسبه لنا ده رايي الشخصي, يعني ممكن يكون صح وممكن يكون غلط, ده رايي الشخصي. يس ليه هي مفيده؟ بيكوز زي كان كوميونيكيت ويز اذرز ايزلي, لانهم بيقدروا يتواصلوا مع الاخرين بسهوله. ده رايي. ممكن تقول نو مثلا لانها بتؤدي الى عادات سيئه, بتؤدي ان هم يصرفوا في وقت كتير وقت متاخر في الليل. بالنسبه للاختيارات, he improved his English by doing a course, هو طور الانجليزي بتاعه عن طريق ان هو خد كورس او دوره تدريبيه. he got نقاط in it, يبقى هو تحسن, يبقى got better الاجابه نمبر بي. السؤال الثاني, the prefix, قلنا prefix يعني البادئه, يعني في بدايه الكلمه. In unfriendly gives the نقاط of the word friendly, يبقى بتعطي ايه اللي هي الان دي مع كلمة friendly بتدي عكس الكلمة او بتضاد الكلمة, يبقى opposite عكس كلمة friendly. unfriendly غير ودود وfriendly ودود. السؤال الثالث, نقاط are equipment rooms that people can use to do something, هي الادوات والحجرات الناس اللي تقدر تستخدمها. يبقى ديت الاجابة نمبر دي, facilities اللي هي الخدمات او التسهيلات. الإجابة نمبر دي. بعد كده the adjective closed is similar is meaning to the adjective, كلمة closed اللي هي بمعنى مغلق تساوي كلمة ايه, تساوي كلمة locked. السؤال السادس, the suffix يبقى في نهاية الكلمة, is added to friend to form an adjective, بتضيف لكلمة friend عشان تعمل صفة, يبقى friendly اللي هي بمعنى ودود. الإجابة نمبر دي. بعد كده السؤال السادس, the opposite of upset, عكس كلمة upset لو معنى منزعج, يبقى happy سعيد. الإجابة نمبر سي. بالنسبة للتصحيح, none of بيجي بعديها مفرد, none of us, want هتبقى wants عشان بيجي بعديها مفرد, وبضيف للمفرد في المضارع البسيط حرف الاس. have you للفعل, have you seen that film, هل انت شفت الفيلم ده. it's really frightening, هيبقى frightening عشان ده هو اللي بيدي التأثير, يبقى frightening هنكتبها هي هياها, ونضيف لها في الاخر اي ان جي.
السؤال الثالث next week end في نهاية في الأسبوع القادم آسف I am going going يبقى عليها حرف الجر to يبقى to وبعد كده visit. السؤال الرابع I has just did her homework. طيب has بيجي بعدها تصريف الثالث للفعل يبقى has just done her homework هي قامت بعمل الواجب. السؤال الخامس وبعد كده fly to London tomorrow we got our tickets احنا خلاص جبنا التذاكر احنا هنسافر الى لندن بكرة يبقى هنا هنستخدم المضارع المستمر بيدل على المستقبل لاننا في حاجة تم الاعداد لها يبقى we هتاخد are وfly هتبقى flying هتطلع i in g.